السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جولة جديدة في تصريحات جديدة لشخصيات سياسية في البلاد. اليوم نحكي على الناشط السياسي عضو جبهة الخلاص الوطني الأستاذ سمير ديلو، محامي. سمير ديلو اليوم يوجه رسائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى يعلق زيادة على الوضع العام في البلاد، ويقول بأنه على حد تعبيره يعني على لسانه هو أنه قيس سعيد هو أحد خطايانا، ويقول أنه هما كانوا ساذجين، بمعنى أنهم ما تعرفوش على قيس سعيد الحقيقة، على نواياه، في ما كانوش يظنوا به. يعني باختصار ما كانوش يظنوا بأنه رئيس الجمهورية سيفعل كل هذا، كانوا يظنون قيس سعيد سيتعامل مع حركة النهضة ومع قياداتها إلى غير ذلك. يقول على المرحلة المستقبلية، هل هناك مجال اليوم لحوار مع رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ يقول لم نعد نتصور أي حوار يكون قيس سعيد طرفا فيه، لمجال إليه. اليوم المعارضة وجبهة الخلاص تدعو ليلا نهارا إلى حوار يشارك فيه أغلب الهياكل متاع المعارضة اليوم، ولكن هذا الحوار يستثني رئيس الجمهورية قيس سعيد على حد تعبيرهم. كما زاد يعلق على هيئة الانتخابات، كما تعتبرها أغلب أطراف المعارضة بأنها هيئة منصبة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويقول إنه هيئة بوعسكر أصبحت هيئة للبناء القاعدي. يقول سمير ديلو بأنه الجبهة، جبهة الخلاص الوطني، متمسكة بما اسمه هو النضال السلمي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر، وإلى حين وضع بديل يحددوه التوينسا عبر انتخابات حقيقية، في إشارة منه إلى أن هذه الانتخابات ليست انتخابات حقيقية كما يصفونها أحزاب المعارضة وقيادات المعارضة بأنها عبث سياسي على حد تعبيره، وانتخابات صورية وليست انتخابات حقيقية وديمقراطية. سمير ديلو يقول بأن وسائل النضال أصبحت محدودة اليوم، معناها لأنه السلطة لها أجهزة بث ولا تقبل الاستقبال على حد تعبيره. يقول بأنه جبهة الخلاص ما عادش تتصور أي حوار يكون فيه رئيس الجمهورية الطرف. يعتبر زادة أنه قيس سعيد يمثل اليوم جزء من الماضي مع تأجيل التنفيذ، يعني سيرحل قيس سعيد ولكن فقط التوقيت. تقريبا هذا نفس الخطاب اللي قدمه زادة جوهر بن بارك في جبهة الخلاص الوطني وغيرها من المعارضة. يعتبر سمير ديلو بأنه هيئة الانتخابات هي مجرد تنسيقية، سماها من تنسيقيات قيس سعيد، وأصبحت هيئة للبناء القاعدي، خاصة وأنه قيس سعيد هو من وضع كافة شروط اللعبة في علاقة بالانتخابات التشريعية على حد تعبير. يعلق سمير ديلو زادة على الأستاذة وفاء الشادلي، محامية وناشطة سياسية قاعدة تكشف ليمات هذومة على قضايا، على آخر المستجدات القضائية، ملفات خطيرة جدا من الحجم الثقيل، على النهضة، على قيادة كبيرة، على تطورات ملفات الاغتيالات السياسية، التسفير، الجهاز السري، نادي عكاشة، برشا مسؤولين، هشام المشيشي وغيرهم، يعني برشا برشا مسؤولين، من بينهم ملف حكيت عليه يتعلق بسمير ديلو. تقول بأنه سمير ديلو متورط مع شركة، مع يعني إحدى الأطراف الليبية بخصوص إحدى المواضيع، وهو ينفي هذا نفي مطلق وتوجه للقضاء ضد الأستاذة وفاء الشادلي. يقول أعد الملف ويعني سيقوم بمقاضاتها، فقط إذا اعتذرت فإنه سيسقط هذه الدعوة. يقول لن أتسامح إلى أن تعتذر، ويؤكد أنه رفع شكوى ضدها. يقول زيدا أنه جاء يعني من وجهة النظر متاعه يتمنى
نجاح حكومة نجلة بودن، هو يسميها حكومة قيس سعيد، ولكن يقول في الجانب الاجتماعي والاقتصادي باش يواصل المعركة متاعو معها في الجانب الدستوري والسياسي والحقوقي، ويقول بأنه نفس وجهة النظر يتبناها في علاقة بالرياضة أيضا. يقول يحب المنتخب التونسي ينجح وإلى جانب هذا يواصل المعركة السياسية في تونس. سمير ديلو يدعو وزير الرياضة كمال دقيش ورئيس جامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري إلى تنفيذ هدنة، خاصة وأن المنتخب مقبل على المشاركة في كأس العالم، ويقول بأنه الوضع يستدعي هدنة على جميع الأصعدة. يجي هذا في الوقت اللي عدة أطراف قاعدة تقدم في مؤاخذات على الانتخابات والقانون الانتخابي. برشا منظمات كما شبكة مراقبون، العضو المؤسس لشبكة مراقبون أمين حلواني يقول بأنه المنظمة كانت حذرت من هيئات تشوب القانون، أو من هنايات عفوا سامحوني، من هنايات تشوب القانون الانتخابي على مستوى شروط الترشح وتقسيم الدوائر، مما جعل 7 دوائر دون ترشحات و10 دوائر بمترشح وحيد اللي باش يلقى روحه نائب آليا دون انتظار نتائج الانتخابات. يقول الحلواني في ندوة علمية انتظمت اليوم وحضروا فيها برشا منظمات مش كان شبكة مراقبون، يقول بأن المجلس القادم بش يكون مفتقد للكفاءات، و10% من المترشحين من موظفي الدولة. المديرة التنفيذية للمركز التونسي المتوسطي أحلام نصيري تقول بأنه نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة بش تكون ضعيفة جدا، وبنسبة 11.5%. نلقاو زيدا يوسف سري المزاتي رئيس المنظمة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقول بأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد لازم يعدل القانون الانتخابي بتزكية أشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان القادم على غرار التجربة المصرية. وبرشا اليوم قراءات للقانون الانتخابي والهنايات اللي جت فيها والأخطاء بين ظفرين أو المشاكل اللي انجرت على هذا القانون الانتخاب. الحلواني مثلا عضو شبكة مراقبون أمين الحلواني يقول بأنه الإشكال الحقيقي اليوم يجي في نوعية الأشخاص المترشحين للانتخابات التشريعية اللي بشتير في 17 ديسمبر. يقول المرسوم الانتخابي هذا يسهل مرور المهربين وأصحاب النفوذ المالي إلى البرلمان القادم. الحلواني يقول بأنه نظام الاقتراع على الأفراد كان من المفروض أنه يفرز عدد كبير من المترشحين، إلا أنه شروط التزكية حالت دون ذلك. 400 تزكية كان رقم اعتبروه كل الأطراف تقريبا رقم كبير. نلقاو زادة عدة مواقف أخرى من الانتخابات. نلقاو مثلا عبير موسي اللي تقدمت، معناها تقدمت على أرض الواقع بقضية استعجالية لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية. هذا ما أعلن عليه الحزب الدستوري الحر اليوم، قضية استعجالية قدم المحكمة الابتدائية في تونس ضد هيئة الانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد من وجهة نظر الدستوري الحر.